بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ومع الجزء الرابع العلاقات المثلثية. يسأل أحد التلاميذ: ماذا نقصد بالعلاقات المثلثية يا أستاذ؟ العلاقات المثلثية في السنة الرابعة متوسط هي علاقتين نستعمل فيهما النسب المثلثية ثلاثة، سينيس كوسينيس تانجون، وهما العلاقتان الموضحتان في الشاشة. نبدأ بالعلاقة الأولى ونثبت أن النتيجة تساوي واحد دائما. أقول تساوي واحد دائما. لاحظ معي العلاقة الأولى لتحفظها. لدينا سينيس إكس، بعدما نحسبه نربعه، نضيف له كوسينيس إكس، بعدما نحسبه نربعه. يجب دائما نجد النتيجة تساوي الواحد. تابع معي هذه الأمثلة لتفهم أكثر. لاحظ أن الإكس يعبر عن قيس زاوية، إذن فلنأخذ إكس يساوي 60 درجة، فيصبح لدي سينيس 60 درجة، بعدما نحسبه نربعه، زائد كوسينيس 60 درجة، بعدما نحسبه نربعه. ماذا نجد النتيجة في رأيكم؟ سنجدها دوما واحد. لنتأكد، سينيس 60 درجة معناتها نكتب 60 في الحاسبة ونضغط على سينيس، تعطي لي نتيجة 0.866 إلى آخره، مربع معناتها راح نربعها، أصبر معايا شوف، زائد 60 ونضغط على كوسينيس، كم النتيجة تصبح؟ تصبح 0.5. لا أنسى التربيع، أنت راك حسبت فقط، حسبت السينيس وحسبت الكوسينيس. الآن يأتي دور التربيع. التربيع في الآلة الحاسبة هو بالضغط على اللمسة إكس قوة 2، فيصبح الناتج 0.75 زائد 0.5 عندما نربعها تعطي لي 0.25. النتيجة كم في هذه الحالة؟ النتيجة واحد، إذا نتيجتي صحيحة. أخذ مثالا آخر للفهم أكثر. لدي إكس تساوي 45 درجة. في هذه الحالة يصبح لدي سينيس 45 درجة، بعدما أحسبه أربعه، زائد كوسينيس 45 درجة، بعدما أحسبها أربعه، تصبح لي النتيجة 45 سينيس 0.70 إلى آخره مربع، زائد كوسينيس 45 معناتها 45 كوس تعطي لي 0.70 إلى آخره مربع. بتربيع العددين يصبح لي 0.5 زائد 0.5، والنتيجة كم؟ 1. إذن نتيجتي صحيحة. أخذ مثالا آخر، إكس يساوي الصفر، وركزوا على إكس يساوي الصفر، لماذا؟ لأنني سأشرحها بعد قليل. لدينا سينيس 0 درجة بالتربيع زائد كوسينيس 0 درجة بالتربيع تساوي، ركز معي، 0 سينيس بالآلة الحاسبة، ولازم تحفظوها هذه بلا ما تحسبوها، 0 سينيس هو دوما 0، الربعه زائد كوسينيس 0 ما هو في رأيكم؟ خموا مليح، هو الواحد. لماذا؟ ستكتشفون ذلك. 0 مربع 0 زائد واحد مربع واحد، واحد زائد صفر واحد، قدرت لازم تساوي الواحد ما دام هذا صفر، فأكيد أن الكوس صفر يساوي الواحد. هنايا العكس، إكس يساوي 90 درجة، حفظوها، راح يعطي لك سينيس 90 درجة مربع زائد كوسينيس 90 درجة مربع يساوي 90 درجة، وتضغط سينيس 90 تضغط سينيس يعطيك واحد، تعكسها عكس الفوق، زائد 90 وتضغط كوس يعطيك صفر مربع، مانساش تربيع دوما، واحد زائد صفر واحد. عشت ادي وش تحب من الاكس، ادي وش تحب، اكس يساوي 17 درجة، اكس يساوي واحد درجة، اكس يساوي 89 درجة الى اخره. راح دائما تربع السينيس وتربع الكوسينيس وتجمعهم يعطيك واحد. هذا القانون يجب حفظه.
وسنعرف في فيديو التمارين كيف سنستعمل هذا القانون. هنا فقط نتأكد من صحة القانون. واضح. ننتقل إلى العلاقة الثانية في الفيديو القادم.